Yeah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم كان الكلام في العامل الرابع الذي في اعتقادي أنه يؤثر على اختلاف الروايات الوارده عن النبي وخصوصا عن ائمه اهل البيت وهو الذي اصطلحنا عليه باختلاف درجات التكليف للمكلفين هذا الاصل اذا تم وتمت مقدمات والقواعد التي يبتني عليها سوف تضيق كثيرا دائره الاختلاف والتعارض بين الروايات لا في باب الفقه الاصغر بل كذلك في باب العقائد لا في باب العقائد بل في باب التفسير ايضا يعني هذا العامل من العوامل المشتركه التي تنفعنا كثيرا لا في تضييق دائره اختلاف الاحاديث في الفروع والفقه الاصغر بل في الاعم من ذلك كما سنبين ما هو المدعى اعزائي يتذكر الاخوه في الاسبوع الماضي قلنا المدعى ما هو نحن نعتقد اولا ابين الكبرى الكليه وناتي الى بيان دليل تلك الكبرى. نحن نعتقد اعزائي ان الاحكام الشرعيه، لانه الان بحثنا في تعارض الادله المرتبط بالفقه الاصغر، ما ارد اوسع الدائره. ان الاحكام الشرعيه من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات فيها حد ادنى مو يشترك فيها الجميع سواء كان انسانا بين العقل وعدم العقل وبين الصادر الاول وبين اكمل البشريه وهو سيد الانبياء والمرسلين هذه هذا الحد الادنى لا يختلف فيه ماذا؟ اثنان ابدا صلاة الصبح ماذا؟ ركعتان هذا ما في شك سواء كان يريد يصليها من؟ خاتم الأنبياء والمرسلين أو يريد يصليها إنسان ها فيه جنون أدواري مولا حكمه واحد خلاص الكذب حرام ما يفرق أعلى المرتبة أو أدنى المرتبة وهكذا كثير بل كل الاحكام من واجبات ومحرمات ومكروهات ومستحبات هناك سقف او حد ادنى يشترك فيها الجميع هذا اصل الاصل الثاني وهناك حدود او حد اعلى او اوسط واعلى واعلى من الاعلى وهكذا فكلما ازدادت درجة من الدرجات ازدادت ماذا؟ تكاليفه الشرعيه من واجبات ومحرمات من مستحبات ومكروهات فلعل مباح أو لعل مباحاً عند الطبقة الأولى نصل إلى الطبقة الثانية أو الدرجة الثانية يكون ماذا؟ مستحباً. لعل مباحاً عند الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى يكون مكروهاً عند الطبقة الثانية. لعل مكروها أو مستحبا في الطبقة الثانية يكون ماذا يكون واجبا أو حراما عند الطبقة ماذا شنو الثالث إذن إذا جاء شخص إلى الإمام وعرض حاله وقال التزم بكذا او صلي كذا او لا تفعل كذا امن حقنا ان نحمله على الحد المشترك او لابد ان يقوم دليل على انه هو الحد المشترك. ما ادري قدرت اوصل الفكره الى الاعزه ولا؟ احنا مباشره نقول ماذا؟ ها؟ محمول على الحد المشترك يعني الحد الذي يتساوى فيه الجميع. وعندنا رواية أخرى دلت على أنه لا مواجب هذا ما هو مستحب شنقول شو وقع شنو تعارض مع أنه في الواقع يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض لأن ما ذكره من الاستحباب كان يقصد به الحد المشترك وما ذكره من أنه واجب غسل الجمعة هذا ما ذكره للمشترك، قال إذا أردت أن تكون في هذه المرتبة، هاي المرتبة من لوازمها ماذا؟ ها؟ وأنتم تجدون الآن جملة من علمائنا، جملة من الأولياء، جملة من أهل الطريق والسلوك إلى الله، كثير من المستحبات يعتبرونها في حقهم شنو؟ واجبة. تقول يعني مقصودة واجب شرعي، أقول لا هذا مو واجب شرعي. هذا مو الواجب الفقهي الاصطلاحي هذا الواجب الوا... ماذا؟ عبر واجب المرتبه هذا كما ان الان صلاه الليل بالنسبه الى النبي الاكرم هذا واجب شرعي يعني يشترك فيه الجميع الجواب لا هذا واجب ماذا؟ مرتب... هذه الطبقه هاي المرتبه هذا الشخص اذا اعزائي هذه طبعا الفتوى ها ادلتها بقدر ما يمكن لانه هذه دعوه هوايه مهمه مو مهمه خطيره جدا وهو انه من ياتي ويسال الامام لابد ان نتعرف على خصوصياته نتعرف على كلمات الامام ده يتكلم عن الحد المشترك والامر المشترك لو يتكلم عن الامر المختص اي منهما هذه من القرآن لابد ان نشخصها وكم له من نظير اعزائي انتم تعيشوها الان انت, أنت أك... توجد هناك مستحبات مشتركة بين الجميع في مفاتيح الجنان صحيح لو مو صحيح وموجودة مستحبات ومكروهات في أين في الرسالة العملية ولكن أنت تروح إلى الشخص الفلاني اللي هو من اولياء الله تروح المرزا علي القاضي استاذ هالاعلام كلهم وعلم منك ان هذا الحد الادنى شو مسوي انت؟ ها؟ متجاوزه اذا ما متجاوزه يقول لك شنو؟ روح هذا يسوي ولهذا احنا اللي يجون يمنا الان يقول بانه اريد ذكر جيد جدا هذا ايش قد ملتزم به هاي الاذكار العموميه اللي وارده بعد صلاه الصبح بعد عند الليل صلاه الليل ايش قد ملتزم يريد يبدي نقول له ابدي بهذن ابدي بهذن فاذا صارت هذن ملكات هذا يحتاج ان ترفعه ماذا ها فارفعه اليك في الروايه شنو برفق هسه الان صعدة درجه من الصعده درجه شتطيبه تنطي المشتركات لو تطي المختصات وما إلى معنى تطي المشتركات لابد تعطيه المختصات هذه المختصات تقول تعامل معها كتعاملك مع المشتركات يعني كيف أنك كنت تنظر إليها ملتزم بهذه هذا نعم شنو؟ تلتزم بها تصورون بأنه في صحابه الائمه وفي اصحاب النبي مكان هيك يا ناس أكون موجود يوجد او لا يوجد ها يعني واقعا سلمان مع اولئك الذين كانوا كذا وكذا عموم الصحابه يعني هذول التوجيه العملي والتربوي كان واحد ايعقل أي هذا؟ ابو ذر عمار كميل بينك وبين الله هذول يمكن أن نفترضهم أنهم هذول درجة واحد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ورايد منا ذكر ورايد منا عمل والنبي موجه بشنو طبعا القضية مو قضية شخصية ها مو قضية شخص أبي ذر وإنما طبقة ماذا ها طبقة أبو ذر طبقة سلمان طبقة عمار طبقة كميل وهكذا طبقة فقهاء علماء متكلمين وعبر عما تشاءون من أصحاب أئمة أهل البيت كل واحد كانوا هذول الطبقة مو شخص هو والأئمة كانوا يعطوهم ماذا؟ التوجيهات وهي التوجيهات على نحو القضايا الحقيقية يعني في زماننا مهما كان شخص يجد نفسه في هالمرتبة لابد ماذا يفعل؟ ما يفعله هؤلاء ولكن هذه نقلت الينا هذه النصوص ولعده أسباب اسبابها القرائن شنو صارت؟ ضاعت علينا فجعلناها كلها في فجعلناها كلها في عرض واحد فوقع بينها التعارض ولعل الذين كتبوها في الاصول الأربع مئة حفظوا لنا القرائن والشواهد ولكن من جاء بعد ذلك وقطع هذه النصوص ضاعت علينا شنو هاي بعض لذلكم اعزائي هاي تقطيع النصوص ترى مو فقط مبتلات بها كتب الحديث اهل مدرسه اهل البيت واحدا من اهم امتيازات كتاب مسلم او ما يصطلحون عليه بصحيح مسلم على كتاب البخاري أو ما يعبرون ما يزعمون صحيح البخاري امتياز مسلم على البخاري أن مسلم لم يقطع الأحاديث بخاري ماذا فعل ولهذا يذكرونها يقولون هذا امتياز لمسلم على من على البخاري نعم البخاري عنده امتيازات أخرى تفتول جيدا أما عندما نأتي إلى كتبنا بعد هاي الظاهره ظاهره ها من الواضحات فاذا في كثير من الاحيان اعزائي هاي القراءه ضاعت علينا والفقيه ايضا الذي تعامل ومارس هذه النصوص لم يخطر على ذهنه او ليس مبناه مو بالضروره لم يخطر ليس مبناه انه يوجد مشترك ويوجد مختص فتعامل معها على أنها جميعا شنو متواطية ومشتركة ومن هنا وقع التعارض بينها لو عام مخاص لو حاكم ومحكوم لو لو, لو لو إما 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 مع أن الأئمة سلام الله عليهم أصلا هذا الأصل الأصيل في معارف أئمة أهل البيت أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم فإذا جاء شخص وهو على درجة عالية فلا معنى لأن يتعاملوا معه وكأنه على درجة دانية والعكس بالعكس ولهذا الروايات الواردة عندنا ارجعوا إليها تجد أن الأئمة كان ينهون أصحابهم أنه أنت هذا الكلام لا تقول لعموم الشيعة لأن عموم الشيعة لا يحتملون ذلك منك فيكفروك وشلك الأخبار الواردة في قضية سلمان أبو ذر أيضا مو واحد واثنين بإمكان الرجوع إليها إذا ما هو الأصل أعزائي الأصل الذي نحن نعتقده هو ان الروايات الوارده في باب الفروع الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات ليست جميعا على درجه واحده متواطئه متساويه مشتركه ابدا ليس الامر كذلك ما الدليل على هذه الدعوه؟ الدليل على هذه الدعوة الأعزاء يتذكرون نحن في الأسبوع في البحث السابق أشرنا إجمالا إلى القواعد الأساسية التي تثبت هذا المدعى القاعدة الأولى أو الأصل الأول وهو أننا ذكرنا أن كل شيء جاءت في الشريعة من معارف عقائديه، اخلاقيه، عمليه كلها واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات، مباحات، رخص، غير رخص، كلها لاجل ان تجعل الانسان في سياق وطريق الكمال للوصول الى القرب الالهي، اصلا كلها فيها هذا اصل اصيل اعزائي فهمنا ذلك او لم نفهمه. الاصل هو هذا. الاصل انه يخرجك من اليمين واليسار وعن اي شيء لان يجعلك ماذا؟ على الصراط للوصول الى الله. تعبير عند السيد طواطبائي في رسالته في رسالته اللي هي رساله الولايه يقول إذا نظرنا نظر التدبر إلى خصوصيات الشريعة الإسلام بل جميع الملل الإلهية صفحة 17 من هاي النسخة اللي بي عندي ما أدري هاي موجودة الآن لا الكراس مطبوعة الآن مطبوعة كتاب جديد بل جميع الملل الإلهية وجدنا أن المقصود الوحيد فيها الهدف الأصلي هو صرف وجه الانسان الى ما وراء هذه النشاه الطبيعيه وهذه سبيلها تدعو الى الله على بصيره فهي في جميع جهاتها تروم الى هذا المرام وتطوف على هذا المطاف باي طريق امكن ثم ياتي في صفحه واحد 21 يقول والمحصل ان الشرائع الالهيه وخاصه اصلا كل هدف الشرائع شرائع ماذا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج هذا هو الهدف تروم في جميع جزئيات الامور وكلياتها نحو غرضها المذكور وهو توجيه وجه الانسان لله وصرفه إليه وذلك بأي طريق ها بطريق التعليم و التزكية يعلمهم ويزكيهم يزكيهم ويعلمهم وذلك بتكوين الملكات والأحوال المناسبة لذلك بواسطة الدعوة إلى الاعتقادات الحقة والأعمال المولدة للحالات الموصلة إلى الملكات هذا أبين بعد قليل شو أصبروا لي ويظهر من ذلك ويظهر ذلك تمام الظهور لمن تتبع تضاعيف الكتاب والسنه فمن الواضح الى اخره اذن اعزائي الاصل ما هو الوصول الى الله لقاء الله وانا اتصور القران الكريم لا نحتاج ان نذهب يمينا ويسارا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الهي هذه العباده هي الغايه النهائيه للخلق لاجل العباده بما هي عباده قال لا 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 ابدا العباده ايضا غايه ماذا ها هي غايه وسطيه فتكون وسيله لغايه نهائيه من قبيل انه انت من الاول الابتدائي تبدي حتى توصل خامس ابتدائي الخامس ابتدائي غاية نعم غاية لكن مو غاية نهائية فإذا وصلت للخامس الابتدائي الآن يقول لك روح وين للإعداد روح للكلية وهكذا الغاية النهائية ما هي إن غاية, غاية النهائية واعبد ربك شو انظروا هناك العبادة هي الغاية هنا العبادة صارت غاية وسيلة حد أوسط صار ها هنا صار حد اوسط واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بعد ما عندنا وتيقن حتى كذا لا 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 ابدا اليقين جنو غايه نهائيه هسه هنا بحث عميق بين الاعلام ان العباده فرع العلم فالعلم متقدم على العباده وهنا الايه ذكرت ان غايه العباده ايضا شنو العلم وهذا يلزم شنو يلزم الدور لانه يلزم ان يكون العلم متقدما وان يكون العلم ماذا ها متاخرا الجواب ان العلم الذي هو المقدمه مرتبه من العلم والعلم الذي هو غايه مرتبة أخرى ماذا؟ من العلم، إذا هذا الأصل أعزائي لا يوجد بحث كثير، نحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا، الأصل الثاني في الاصل الثاني اعزائي ان المعارف احفظوا هذا الاصل اعزائي كونوا على ثقه هذا البحث انا صحيح الان دا ابحث في التعارض ولكن يفتح لكم مفاتيح ابحاث اخرى اعزائي حتى انه عندما تدخلون القران الى السنه الى الروايات الوارده عن ائمه اهل البيت تتعاملون باي افق معها بهذا الافق المتعارف او هذا الافق اللي انا دا اطرحه الاصل الثاني ان المعارف التي بينت في القرآن التفتوا لي اعزائي بينت في القرآن وفي نصوص النبي والائمه هل هي درجه واحده او درجات متعدده؟ المعارف التي يعني المعرفه التي يملكها رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عن التوحيد هل هي المعرفة التي يملكها أي عالم آخر مثلا أتركوا ها مقام واقعا الأنبياء النبي والأئمة عليهم أو الأنبياء تعالوا إلى العلماء المعرفة التي يعرفها العالم بالتوحيد حتى ما نروح نجيب أسماء الفلاسفة والعرفاء حتى يقولون يدافع عنهم نتكلم عن الشيخ الصدوق مولان اللي كتب كتاب التوحيد للشيخ الصدوق هذا معرفته بالتوحيد تساوي معرفه عموم الناس يعني عندهم نفس هاي المعرفه بالتوحيد؟ ها؟ ايستطيع عاقل ان يتفوه ويقول ان درجه المعرفه التوحيديه واحده درجه المعرفه النبويه واحده يعني معرفتنا بالنبي اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك نبيك اللهم عرفني رسولك نبيك فإنك إن لم تعرفني هذه معرفة النبوة واحدة أو درجات أي منها أنا لا أتصور أننا نحتاج مؤونة كبيرة لنثبت أن درجات المعرفة ماذا متعددة ولذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه واحدة من الإشكالات الأساسية التي توجد عنده على منهج آخر ما أريد أقول أي منهج يقول أنك أنت عندما تدخل إلى القرآن والسنة السنة بالمعنى الأعم هل أنك تنظر إليها بأنها على درجة واحدة من بيان المعارف أو أنها مختلفة أي منها عند عبارة ولعله مرارا ذكرناها للأعزة في حاشية له على بحار الأنوار في صفحة مئة صفحة مئة من كتاب العقل والجهل أعزائي خلي أذكر الباب أيضا بسط كلام لتوضيح مراب مرام في كتاب العقل والجهل عند حاشية هناك يقول الطريق الذي سلكه البعض في فهم معاني الأخبار حيث اخذ الجميع في مرتبه واحده من البيان. وهي التي ينالها عامه الافهام. وهي المنزله التي نزل فيها. وهي المنزله التي نزل فيها معظم الاخبار المجيبه لاسئله اكثر السائلين. يقول البعض: تعامل مع الآيات والروايات بأنها ماذا؟ ها؟ على درجة واحدة ومن يا هي درجة يا درجة ها؟ والعرف ببابك يقول اصلا كل الآيات كل الروايات لابد نفهمها انصح لنا في الواحد شنو؟ ها؟ من هذا العرف بالشارع ده يمشي نقول له تعال هاي الآية تفهم منها أنت؟ ما فهمه بعد أنت مو من حقك شنو؟ ها تفهم خلافة. وهذا هو المنهج اللي... الظاهر هذا هو المنهج الذي مشى عليه ماذا يا منهج الحنبلي أحمد بن حنبل أساس نظريته هي هذا يقول إحنا وظاهر ظاهر دي يقول على العرش استوى نقول الله على العرش شنو مستوى ظاهر دي يقول عدة إيد يداه مو بس ايد واحده، كم كم جم واحده؟ اثنين عنده لانه ما فقط قال يد الله فوق ايديهم، هناك فقط ايد شان قال، هنا شنو؟ بل يداه هالشكل هالشكل ولهذا يكونوا على ثقه في هذا البرنامج كنت ارى يقولون والله استغرب يعني هم يقولون ينسبون ال 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 الكتاب المقدس الى التجسيم والتشبيه، تعالوا نقرا اياتهم في القران هذا الرسول مالهم لهم هذني آيات ولا تستطيع أن تقول بابا هذني تحمل على كذا كذا تجد طائفة واسعة من المسلمين قالت تحمل على ماذا على ظواهرها أحسنتم والعرف ببابك طبعا هذا أنا أتصور هذه من لقاءات البحث الفقهي على البحث العقدي نعم في الأحكام الفقهية والعرف ها ببابك هسه ما الحمد لله بينا بهذا الاصل اذا تم لا في الاحكام الفقهيه ايضا هذا الحد المشترك والعرف ببابك والا الحدود المتوسطه والاعلائيه هذه مالت العرف هذه مالت الخواص يقول نزلوها هذه المنزله مع ان في الاخبار غررا تشير الى حقائق لا ينالها الا الافهام العاليه والعقول الخالصه فاوجب هذا المنهج اصل فاوجب ذلك اختلاف المعارف الفائضه عنهم وفساد البيانات العاليه بنزولها منز منزله ليست هي منزلتها، شوفوا التفتوا الى العباره كيف ملتفت فاوجب اختلاط المعارف يعني جنو يعني اوجب الاختلاف وعجيب الامام مره هنا هالشكل يقول مره هنا جنو هالشكل احنا بنجعلها في درجه واحده فيقع بينها ماذا التعارف اولا واوجب فساد هذه المعارف شلون هذا الكلام هذا العرف لا يفهمه وفساد البيانات الساذجه وفساد نزلت منزلتها وفساد البيانات الساذجه ايضا لفقدها تميزها وتعينها فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذوات مراتب مختلفة وأن لكل مرتبة أهلا وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الدينية واضح صار هذا اذا الاصل الثاني ان المعارف الدينيه ليست على درجه واحده تتم تاتي والحمد لله رب العالمين يا